أصدرت المحاكم الكويتية قرارا بشأن قضية فتاة وشاب أقدم على فعل فاضح في الطريق العام نهاية الشهر الماضي داخل سيارتهما فيما عرف بمقطع البي ام الأبيض. وقرر قاضي التجديد استمرار حبس الشاب والفتاة لمدة 10 أيام أخرى، حيث تجري محاكمتهما بتهمة الفعل الفاضح العلني والمواقع بالرضا في سيارة. وفي وقت سابق أعلنت السلطات الكويتية ضبط شاب وفتاة أقدم على فعل فاضح ومناف للأداء في الطريق العام، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بيان صادر عن الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شاب وفتاة قام بأفعال فاضحة في الطريق العام. وأوضح البيان أنه بعد رصد مقطع الفيديو تحرك على الفور قطاع الأمن الجنائي، حيث تمكنت إدارة حماية الآداب العامة برصد شخصين وضبطهما وتحويلهما إلى جهات اختصاص. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وفتاة يقومان بأفعال منافية للآداب العامة وسط الشارع، الأمر الذي أثار غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل. وكان كشف محامي كويتي تفاصيل جديدة عن حادثة ممارسة شاب وفتاة الجنس في الشارع العام فيما عرف بمقطع البي ام الأبيض. وقال المحامي الكويتي فهد الحدادة تعليقا على الفيديو الفاضح: الشاب والفتاة كانوا بحالة تعاطي، لكن هذا الشيء لا يبيح لهم ارتكاب الجريمة. وأضاف أن مصور المقطع كان إمام مسجد، واعتبر أن كلا الطرفين الفاعل والمصور ارتكب جريمة، مضيفا لم يحترموا دور العبادة والأداب العامة وشوهوا صورة الدولة.